أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن الكرملين يتفق مع تقييمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت لمرحلة متدنية وبلغت حد الخطورة بأمريكا. وقرر بيسكوف بنقص التفاعل والتعاون في المسائل الحيوية الهامة بين البلدين. وجاءت تعليقات ترامب بعد تصديقه على مضض على عقوبات جديدة ضد روسيا في خطوة وصفتها روسيا بأنها تصل إلى حد حرب تجارية شاملة وتقضي على الآمال في تحسين العلاقات مع إدارة ترامب.